أهلا بكم في قناة العالمي. أسعار الذهب اليوم الاثنين 24/4/2023 في مصر. جرام الذهب عيار 9، سجل جرام الذهب عيار 9 سعر 1050 جنيه للشراء و1060 جنيه و75 قرش للبيع. جرام الذهب عيار 12، سجل جرام الذهب عيار 12 سعر 1400 جنيه للشراء و1414 جنيه و25 قرش للبيع. جرام الذهب عيار 14، سجل جرام الذهب عيار 14 سعر 1633 جنيه و25 قرش للشراء و1650 جنيه للبيع. جرام الذهب عيار 18، سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 2100 جنيه للشراء و2121 جنيه و50 قرش للبيع. جرام الذهب عيار 21، سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 2450 جنيه للشراء و2475 جنيه للبيع. جرام الذهب عيار 22، سجل جرام الذهب عيار 22 سعر 2566 جنيه و75 قرش للشراء و2592 جنيه و75 قرش للبيع. جرام الذهب عيار 24، سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 2800 جنيه للشراء و2828 جنيه و50 قرش للبيع. الجنيه الذهب، سجل الجنيه الذهب سعر 19600 جنيه للشراء و19800 جنيه للبيع. الأنصة، سجلت الأنصة سعر 1984 دولار للشراء و1985 دولار للبيع. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.